عندما يدخل شاب أو غافل فإذا وجد الإمام يقنت وقال له المالكية يقولون به مثلا أو الشافعية يبادر على طول ويقول أنا لا أعترف بذلك، أنا أعترف بالكتاب والسنة. هذا كلام خطير جدا، يدل على مناداة صاحبه بالجهل، ويدل هذا بالنسبة للصغير للشاب الصغير، للكبار يدل على سوء نية، يدل على سوء نية وأن هناك يعني مقصدا من وراء ذلك. لما تقول مالك وتحط مالك مقابل الكتاب والسنة يصبح مالك شيخ المبتدعة، وأحمد وأبو حنيفة إمام المبتدعة، والشافعي سيد المبتدعين. لكن عندما يقابل كان عليه أن يقابل بالآتي: إما أن يقول الكتاب والسنة على فهم مالك، والكتاب والسنة على فهم أحمد بن حنبل، أو يختصر أن يقول مالك وأحمد، مالك والشافعي، مالك وأبو حنيفة. لكن ما نراه الآن من تدليس الكبار، يقول نحن على الكتاب والسنة، حتى ولو كنتم أنتم حنابلة، لماذا هذا الاستكبار؟ أنتم حنابلة. ابن تيمية على علمه وفضله، ما لأنه لم يكن يقصد السوء وأن يكون له جماعة يعني مسيطرة على الدنيا، فلم يعني يقول أنا لست بحنبلي. ابن القيم حنبلي. هؤلاء الآن ما حتى مشايخ الموجودين الآن أو المشايخ الذين يوجدون الآن، مثلا من جعلتموهم أئمة فوق الأئمة، الشيخ بن عثيمين يقول حنبلي، بن باز يقول الشيخ بن باز يقول حنبلي، إما مقالا وإما حالا. لكن خرج علينا بعد ذلك وقال لا 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 لا، هذا قال الكتاب والسنة، وأنت تقول مالكي. يا إخواننا، ترى أخرجوا عن مذهب أحمد، عندما تأتون إلى مذهب الإمام أحمد وتأخذون أصوله، وش معنى مذهب؟ معناها الطريقة في اختيار الدليل، أو في الطريقة في التعامل مع الدليل، هذا مذهب. كل إمام جعل طريقة يتعامل فيها مع الدليل. إمام أحمد له طريقة، والشافعي له طريقة، وأبو حنيفة له طريقة، وهكذا باقي المذاهب ومالك. فأنت الآن، أنا أقول لكم الآن، تركوا إذا كنتم على الكتاب والسنة على طريقة واختيار والتعامل إمام أحمد فأنتم حنابلة وليست سبة. أما إذا تركتم سبل أحمد وطريقته وتركتم أصوله، فنتحداكم أن تأتوا بقول أو بشيء يعني يعتبره العلماء. لو خرجتم عن هؤلاء لكنتم مضحوكة، كما أراد بعضهم أن يخرج عن الأئمة الأربعة فأضحك الناس على نفسه. فهذا من التدليس. يقول لا نعرف مالك، نعرف الكتاب والسنة. طيب مالك كيف تعامل مع الكتاب والسنة؟ أحمد كيف تعامل الكتاب والسنة؟ يا سيدي، يا إما تقول مالك وأحمد، يا إما تقول كتاب والسنة على فهم طريقة مالك، والكتاب والسنة على فهم طريقة. لكن هذا تدليس، هذا تدليس من الصغير يدل على جهل. من الصغار من يقول هذا الكلام يدل على جهل مطبق، ومن الكبار يدل على سوء النية، يدل على سوء النية.